السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير. وصلت الهيونداي ألانترا الفيس ليفت الجديد طراز 2024 إلى أسواق السلطنة، خلوكم متابعين أعزائي المشاهدين لهذه التغطية للتعرف على المواصفات والأسعار. هذه فئة البريمير بلس من الهيونداي ألانترا. بالنسبة لمواصفاتها الخارجية، المصابيح الأمامية من نوع LED، أتوقع هذه إضاءة السكن موجودة بالأسفل. عندنا أربع حساسات في الواجهة الأمامية، حساسين على جوانب الصدام الأمامي واثنين على شبك الواجهة الأمامية. شبك الواجهة الأمامية باللون الأسود، أما إشارات الانعطاف راح تكون بجانب إضاءات السكن. الإطارات مقاس 205 على 55، أما مقاس الرنجات 16 باللون الرمادي. إشارات الانعطاف على المرايا الجانبية، خاصية الدخول الذكي بدون مفتاح على مقابض الأبواب. فئة بريمير بلس عليها فتحة السقف، وهذه هي خلفية الهيونداي ألانترا مثل ما تشوفون. هذا هو تصميم الإضاءات الخلفية. كاميرا الرؤية الخلفية راح تكون موجودة أعلى شعار هيونداي. أربع حساسات ركن على الصدام الخلفي، وبالأسفل موجود كشاف الضباب. نفتح الآن الشنطة نشوف مساحتها. سعة التحميل على شنطة الهيونداي ألانترا تقدر ب 474 لتر، وبالتأكيد أسفل هذا الغطاء موجود إطار السبير الاحتياطي مع عدة فك وتركيب الإطارات. محرك فئة البريمير بلس مكون من أربع اسطوانات بسعة 1600 سي سي 1.6 لتر. هذا المحرك يولد قوة 126 حصان والعزم 154 نيوتن متر. يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات. هذه السيارة تعتمد على نظام الدفع الأمامي، وهذا المحرك يقبل بنزين ال 91، وطبعا مساعد رفع البونيت يدوي. معدل استهلاك الوقود اللتر الواحد من البنزين يقطع مسافة 17 كيلو 300 متر، والتقييم ممتاز. أما سعة خزان الوقود فتبلغ 47 لتر. مستوى راحة الركوب في مقعد الصف الخلفي يعتبر ممتاز، وبالنسبة لمساحة الجلوس هذه هي المساحة بيني وبين مقعد السائق، المساحة تعتبر واسعة. مواصفات ركاب الصف الخلفي، فتحات التكييف الخلفية موجودة، وبالأسفل منفذين تايب سي لشحن الهواتف. تنجيد المقاعد من القماش، اعذروني على هذا التكييس، طبعا السيارة معروضة للبيع. ثلاث مساند للرأس لركاب الصف الخلفي، طبعا المساند ثابتة ما تتحرك. طبعا التكاية موجودة وعليها حاملات الأكواب. أما الإضاءة الداخلية راح تكون صفراء. الأبواب من الداخل، مقبض الباب مطلي باللون الفضي. أما جميع القطع راح تكون من البلاستيك، مع وجود مساحة لوضع القنينة بداخل الباب. مقعد سائق بتحكم يدوي، هذا هو تصميم المقاعد الأمامية. ومقعد الراكب الأمامي أيضا بتحكم يدوي. أسمعكم الآن صوت تشغيل الهيونداي ألانترا، طبعا تشغيل السيارة عن طريق هذا الزر. بسم الله. اختبار مستوى عزل الأبواب والنوافذ بعد إغلاق باب السائق. مستوى العزل يعتبر جيد جدا، اختفى الصوت بنسبة 85%. مواصفات السيارة الداخلية،
عجلة القيادة عادية بدون تلبيسة مع تطعيمات باللون الفضي. هذه أزرار التحكم بمثبت السرعة مع تصفح معلومات شاشة العدادات. وهذه أزرار التحكم بالجهاز السمعي الرد على المكالمات عن طريق البلوتوث مع الأوامر الصوتية. هذا هو تصميم عدادات الهيونداي إلانترا مع شاشة معلومات تتوسط العدادات من نوع LCD مقاس 4.2 إنش. بالنسبة للمعلومات، معلومات القيادة، معلومات التزود بالوقود، المعلومات المجمعة، وهذه هي إعدادات المستخدم، إعدادات مساعدة السائق، لوحة العدادات، المصابيح، الباب، الملائمة، الوحدات وغيرها من الإعدادات. وهذا قياس ضغط الإطارات. وبس، هذه كانت أبرز معلومات شاشة عدادات هيونداي إلانترا. طيب، فئة بريمير بلس عليها شاشة تعمل باللمس مقاس 8 إنش. هذه الشاشة عليها بوصلة القبلة، مجموعة القوائم. هذه الشاشة تتصل بالجهاز السمعي المكون من 6 مكبرات صوت، وتدعم برنامج الأبل كار بلاي وبرنامج الأندرويد أوتو. عرض شاشة الهاتف عن طريق USB. الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو يشتغلون لاسلكيا. اختيار مستوى سطوع الشاشة. وهذه إعدادات نظام التكييف. أحط الآن الجيريوس. هذا هو تصوير الكاميرا مع الخطوط الإرشادية. هذه كانت أبرز محتويات الشاشة. يتوسط فتحات التكييف تحذير الفليشر الرباعي. على فئة البريمير بلس التحكم بالتكييف يدويا. مجموعة المواصفات الموجودة بالأسفل: منفذ طاقة 12 فولت، منفذ USB المتصل بالشاشة مع منفذ تايب سي لشحن الهواتف، وعندنا أيضا الشاحن الوايرلس لشحن الهواتف الذكية. جير السيارة أوتوماتيك من 6 سرعات، عصل جير مكسوب الجلد، والجير قابل للتبديل مانيول. عندنا أيضا إطفاء تشغيل الحساسات، وعندنا أيضا مشاهدة كاميرا الرؤية الخلفية. طبعا نقدر نشوف الكاميرا بعدة زوايا: الزاوية العلوية هذه هي، وعندنا أيضا اختيار وضعيات القيادة كما نشاهد الآن على شاشة العدادات: الوضعية العادية نورمال، الوضعية الاقتصادية إيكو، مع الوضعية الرياضية سبورت. طبعا هذه حاملات الأكواب مع طفاية السجاير. نحذر من التدخين لأنه مضر بالصحة. هاند بريك يدوي. وهذه هي السدة. بالنسبة لسلامة حماية الركاب، على فئة البريمير بلس تتوفر وسادة هوائية للسائق مع وسادة هوائية للراكب الأمامي. المواصفات: عن يسار السائق مانع الانزلاق تراكشن كنترول، أما على باب السائق فتح وإغلاق النوافذ، نافذة السائق تفتح وتغلق بلمسة واحدة، التحكم بالأقفال مع التحكم بالمرايا الجانبية القابلة للطي كهربائيا. مرآة الرؤية الخلفية عادية. الإضاءة الداخلية صفراء. عندنا أيضا التحكم بفتحة السقف. هذه شماسة السائق، عليها المرآة مع إضاءة صفراء موجودة بالسقف. ونفس الأسلوب على شماسة الراكب الأمامي. وبالأخير هذا هو الدرج الأمام الراكب الأمامي. وبس، هذه كانت الهيونداي إلانترا طراز 2024 فئة البريمير بلس وارد OTE. الأسعار المذكورة الآن هي شامل الضريبة المضافة: 8653 ريال عماني، أي ما يعادل 84310 ريال سعودي، أي ما يعادل 22480 دولار أمريكي. ويشمل هيونداي إلانترا ضمان لمدة 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر، أيهما يأتي أولا؟ هذا شكل مفتاح سيارة: إقفال فتح مع نظام التشغيل عن بعد. هذا هو نظام التشغيل عن بعد.
لكل من يشاهد قناتي للمرة الأولى اشترك في هذه القناة. القناة تتميز بالعديد من التغطيات اللي راح ترضيكم إن شاء الله. أعزائي المشاهدين لا تنسوني من اللايك، اللايك حمسني للاستمرار. أتمنى أني كفيت وفيت من خلال هذه التغطية للهيونداي ألانترا طراز 2024. تحياتي لجميع المشاهدين، أخوكم ياسر الفارسي.